بسم الله الرحمن الرحيم، مرحبا بكم معايا في الدرس رقم 12 على مايكروسوفت اكسس 2010. دونك لا دغنيا فوا شفنا لي بروبريتي ديال ان شون دو تيب تكست. هاد الفيديو غادي نهضرو على لي كيلكو بروبريتي ديال لو تيب نيميريك، وغادي نبداو بلا طاي. لا طاي شفنا بان قلنا الا كنت غادي ندخل شي حاجه صغيره كنختارو الصغير فيهم هو اوكتي، وغادي كنزيد بلا طاي اوكتي، يعني نديرو النومبر ما بين 0 حتى 255. بالنسبة للفورما شفنا ديسيمال، ديسيمال يعني شحال من عدد من بعد الفاصلة اللي بغيتي، واش اوتو ولا احنا عندنا كونتيتي كوموندي يمكنش تكون فيه الفاصلة، اذا نديرو 0 يعني يكون عدد صحيح طبيعي النومبر اونتي. بالنسبة للفاليدسي قولوا لي ما تقبلش ليا داكشي اللي كتب ليا الكليان لوتيليزاتور ديال البي سي الا اذا كان داك المونطو اللي كتب كبر قطعا من صفر، يعني ضروري يكوموندي شي حاجه ماشي يكتب ليا الكلافي بغيت صفر ميمكنش، اذا خاص يكون بعدا واحد ولا جوج ولا ثلاثه الى اخره. فاليدسي هي هادي نشوفوها انريجستري، نمشي لا كونتيتي كوموندي، هادا نديرو النمبر دو كليون كونتيتي كوموندي نديرو ليه مثلا صفر. قال ليا اون بليزيور فالور سوا كريديت بار لا ريكل فاليداسيون ستريكتومون سيبيريور ا زيرو ديتيرميني بار كونتيتي كوموندي ديال لا طابل لين كوموند، اذا ضروري ندخلو واحد العدد كبر قطعا من صفر. نديرو مثلا جوج كيدوز. اذا لاحظتو الميساج شي حاجة بغينا نبدلو، اذا بغينا نبدلو هاد الميساج اش كنديرو؟ فيرمي وي وي معاون نرجعو للمونت كرياسيون. قلنا لو كونتيتي كوموندي الا بغينا داك الميساج نحطو فيه شي حاجة اخرى كنكتبو هنايا ميساج سي ايغور لا كونتيتي كوموندي دوا اتر دوا اتر supérieur à 0. Alors là, tout d'abord, il accepte un client. On va arrêter une autre numéro de commande ou de référence produit. Raoui, cherche que vous liez là, tant que d'attirer l'intégrité référentielle. Alors là, 0, 0. Je fais le message derrière Tenida. La quantité commandée doit être supérieure à 0. بدلت داك الميساج ولا داكشي اللي عطيتوني. الو قلنا اذا ما غاديش يخليني نخرج حتى نسدو من هنايا. الو اذا بغيت ندخل لمود كرياسيون مباشره من الطابل بوطون دروا مود كرياسيون بلا ما نحلها عاد نمشي لمود كرياسيون. هنا عندي واحد الخطا غادي نصحو لا كونتيتي فين هي كونتيتي. دونك شفنا ثلاثة ديال الحوايج فاليدسي طاي ديال لو شون فاليدسي ميساج سي ايغور لي الانتيغري شفناه، هذا الاندكسي غادي نرجعو ليه في الحصة ديالو خاص لي كلي بريمير، وغادي نرجعو كذلك لهاد لونجلي لي هو ليست دي شوا من بعد.